أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي بكم في إطار سلسلة الدروس أو تدريس عن بعد في درس آخر من دروس مادة الجغرافيا الموجهة لسنة أولى بكالوريا في إطار المجزوءة الثانية الوحدة السادسة مسلك العلوم الشرعية بالتعليم الأصيل. الموضوع يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية قوة اقتصادية عظمى. سنحاول من خلال هذا الموضوع أن نناقش ونجيب عن تساؤلات إشكالية أساسية لا تتعدى ثلاثة أسئلة. تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية قوة اقتصادية عظمى في العالم. سؤالنا الأول، ما مظاهر القوة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية؟ ما الأسس التي ترتكز عليها هذه القوة، أو بالأحرى ما هي العوامل المفسرة لهذه القوة؟ وفي المستوى الأخير، ما هي المشاكل والتحديات التي تواجهها؟ للجواب عن هذه الأسئلة نبدأ بالإشكال الأول، ويتعلق بإظهار قوة الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الاقتصادي. بمعنى آخر، سنناقش مظاهر القوة الاقتصادية الأمريكية على مستوى الفلاحة، على مستوى الصناعة، وعلى مستوى التجارة والخدمات. على المستوى الفلاحي، تظهر قوة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال قوة الفلاحة الأمريكية تظهر من خلال الرتب العالمية التي تحتلها في العديد من المنتجات، أولها كما نلاحظ من خلال هذا الجدول الدعامة الأساسية المعتمدة في هذه الفقرة، القمح تحتل به الرتبة الثالثة، الخشب الرتبة الأولى، قصب السكر الرتبة العاشرة، والقطن الرتبة الثالثة، الذرة والسوجة الرتبة الأولى، ثم البرتقال، الشعير، البطاطس، الأرز، الخمور، الأبقار والخنازير. إذن تتبوأ الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا من هذا الجدول تتبوأ رتبا عالمية أولى تجعلها قوة إنتاجية عالمية. على مستوى آخر، يمكن أيضا أن نظهر قوة الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الفلاحي من خلال قراءة هذه الخريطة التي تمثل فلاحة الولايات المتحدة الأمريكية. فالمجال الأمريكي أولا مجال يشغل فلاحيا تقريبا كليا، وهو مقسم أيضا إلى قسمين واضحين، قسم تقريبا مخصص للزراعات، مختلف الإنتاج الزراعي، مختلف المنتوجات الزراعية، ومجال يغلب عليه طابع الرعي. تنتج الولايات المتحدة الأمريكية منتجات سلفة أن رأيناها من خلال الجدول، لكن واضح على مستوى الخريطة أن هناك بقى الأحزمة، ما يسمى بالأحزمة، نظام الأحزمة. فمنطقة البحيرات تخصص في إنتاج يعني خضار وفواكه وورود، وأيضا تربية الماشية خاصة الأبقار الحلو. هناك مناطق لإنتاج الصوجة ومناطق لإنتاج القمح والذرة حسب الألوان، ثم القمح والقطن خاصة في المنطقة الجنوبية، ومناطق مخصصة لتربية الماشية تمتد في الجهة الغربية حيث الهضاب وحيث أيضا الجبال الصخرية. المجال الأمريكي تقريبا يستغل كليا، وبناء على هذا يتضح الأمر أن نصف المساحة، مساحة الولايات المتحدة الأمريكية، تشغل كما سنرى في ورقة أخرى. ارتباطا بما سبق، نسجل معكم كخلاصات ضخامة الفلاحة الأمريكية كقوة، ضخامة وتنوع الإنتاج، احتلال مراتب متقدمة عالميا، إنتاج الذرة والصوجة الرتبة العالمية الأولى، القطن الرتبة الثانية، القمح الرتبة الثالثة، وتتوفر أيضا على قطيع ضخم من رؤوس الماشية يؤهلها للرتبة الثانية في إنتاج الخنازير، والرتبة الثالثة في إنتاج الأبقار. هذا فضلا عن تحكم الشركات الأمريكية في الإنتاج وأسعار المواد الفلاحية من خلال بورصتها الشهيرة، بورصة شيكاغو. يرتكز النشاط الزراعي في الجهة الشرقية والوسطى نظرا لمؤهلاتهما الطبيعية، بينما كما قلت تنتشر تربية المواشي حول البحيرات وفي المنطقة الغربية. هذا على مستوى إظهار
القوة الفلاحية للولايات المتحدة الأمريكية. في الجزء الثاني أيضا نحاول ما أمكن أن نبرز القوة الصناعية لهذا البلد. أولا، الإنتاج الصناعي الأمريكي يؤهلها لمراتب عالمية جد متقدمة، إنتاج الفولاذ والسيارات في الرتبة الثالثة، إنتاج الكهرباء والورق الرتبة الأولى، ثم أيضا الإنتاج السياحي أو الصناعة السياحية في الرتبة الثالثة. على مستوى ثاني، تتفوق الولايات المتحدة الأمريكية في صناعة الحواسيب والبرمجيات، وأيضا تتفوق في منتجات الكيمياء العضوية، كما تتفوق في تكرير البترول حيث تحصل على الرتب الأولى، وتعطي الولايات المتحدة الأمريكية أهمية قصوى لهذه القطاعات الإنتاجية أو ما يسمى بالصناعات الدقيقة أو العالية التكنولوجيا. مجاليا يمكن أيضا أن نميز في التراب الأمريكي بين مناطق شهدت تصنيعا قديما، مناطق قديمة تشهد حاليا تحولا، وهناك مناطق حديثة تمتد في الجهة الجنوبية وفي الجهة الغربية. المجال الأمريكي مجال متحرك كما نلاحظ، انتقال الصناعة من الجهة الشمالية الشرقية حول البحيرات والشرق إلى الجهة الجنوبية وإلى الجهة في إطار سياسة إعداد التراب الوطني وأيضا توزيع عادل للإمكانيات، بينما يترك الوسط للنشاط الفلاحي. لابد أيضا من الإشارة إلى أن اتفاقية التبادل الحر لأمريكا الشمالية ما يسمى بألينا جعلت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تنفتح على أو تقيم مشاريع صناعية فيما يعرف بماكيلا دورس، أي المدن التوائم على الحدود الأمريكية المكسيكية. المجال الأمريكي مجال يعني مقسم بين صناعات قديمة أو مناطق صناعية قديمة ومناطق حديثة تراهن كثيرا على الصناعات العالية التكنولوجيا. لتجميع هذه المعطيات، أهمية أولا الصناعة الأمريكية تظهر قوتها من خلال المراتب المتقدمة التي تحصل عليها في صناعة الصلب، السيارات، الورق، الحواسيب، البرمجيات، الكيمياء العضوية وتكرير البترول كما قلنا، حيث تحصل على الرتبة الأولى. ثم أيضا تهتم الولايات المتحدة الأمريكية أكثر حاليا بالصناعات الدقيقة حيث أو العالية التكنولوجيا، بينما تتخلى عن الصناعات الكلاسيكية كالصلب والسيارات، وترتكز هذه الصناعة في الشمال والشمال الشرقي، البحيرات والميكالوبوليس. ثم تنتشر الصناعات الحديثة وخاصة العالية التكنولوجيا في الجنوب والجنوب الشرقي والغرب، تطورت على الحدود المكسيكية كما أسلفنا. المكسيكية الأمريكية صناعات حديثة مرتبطة بماكيلا دورس، إضافة إلى الصناعة البتروكيماوية الممتدة على ساحل خليج المكسيك جنوبا. أيضا تشرف على الإنتاج الصناعي الأمريكي شركات قوية متعددة الجنسيات، أهمها شركة جنرال إلكتريك وميكروسوفت وشركة أنتل وأبل وغيرها من الشركات العملاقة. في المستوى الثالث، يمكن أيضا إظهار قوة الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى التجارة. فعلى المستوى التجاري، الولايات المتحدة الأمريكية في بنيتها التجارية نلاحظ على مستوى الصادرات والوريدات أنها تراهن كثيرا على المواد الصناعية كمواد كصادرات وأيضا كواردات، حيث الأرقام تشير إلى 39% كنسبة مئوية للواردات و81% كنسبة للصادرات. والرقم بالنسبة للواردات مرتبط غالبا بشركات متعددة الجنسيات الأمريكية العاملة في الخارج والتي تسوق داخل التراب الأمريكي. على سبيل المقارنة بين طبيعة الحال بين الدول، هناك أرقام قديمة وهناك أرقام حديثة. الأرقام الحديثة تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية حاليا تمثل نسبة 14% من المبادلات العالمية، لا يتفوق عليها إلا قطب الاتحاد الأوروبي ب 16.8. ثم في الرتبة الثالثة تأتي الصين ب 11.6. وملاحظ على أن الولايات المتحدة الأمريكية صحيح قوة تجارية عملاقة. على مستوى يعني تجميع المعطيات التجارية، بنية التجارة الأمريكية يغلب عليها الطابع المواد الصناعية،
إذن 81.  أو 81 كصادرات و 69% كواردات، 14% نسبة احتكار الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة العالمية، لها حضور وإشعاع قوي على مستوى الأسواق العالمية. أما ميزانها التجاري فيعاني من عجز خاصة في علاقتها مع الدول المتقدمة، في حين تحقق فائضا مع الدول النامية. الشركاء التجاريون للولايات المتحدة الأمريكية، تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع مجموعة ألينا ومع الاتحاد الأوروبي والصين ومع مختلف دول العالم. عزيزتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، نكون بهذا قد استوفينا الحديث عن مظاهر قوة الولايات المتحدة الأمريكية في القطاعات الثلاث، قطاع الفلاحة وقطاع الصناعة وقطاع التجارة، على أننا سننتقل حاليا للبحث في ما هي العوامل، ما هي الأسباب التي تجعل الولايات المتحدة الأمريكية قوة صناعية عظمى. المؤهلات التي تجعل الولايات المتحدة الأمريكية قوة اقتصادية عظمى يمكن إجمالها في ثلاث محاور. أولا، هناك ما هو طبيعي، وهناك ما هو بشري، وهناك ما هو تنظيمي. فبالنسبة للمؤهلة الطبيعية، المجال الأمريكي شاسع يتعدى 9 ملايين كيلومتر مربع. هذا المجال يوفر إمكانيات هائلة، أولا على مستوى التضاريس، فالولايات المتحدة الأمريكية بلد متنوع التضاريس، لكن يغلب عليه الانبساط ووفرت أو شساعة السهول، كما نلاحظ السهول الكبرى بالخصوص منطقة تكساس تقريبا شرق الولايات المتحدة الأمريكية، سهول. ثم هناك أيضا مناطق جبلية ومناطق هضبية، نتحدث عن جبال أبالاش ككتل قديمة، نتحدث عن جبال روكي كجبال حديثة، وأيضا تختزن هذه الأراضي إمكانيات طاقية ومعدنية، أهمها البترول، فحم ومعادن، سنعرض إليها وإلى إمكانياتها في ورقة أخرى. كما تخترق التراب الأمريكي عدة مجاري مائية مهمة، فروع كثيرة لنهر الميسيسيبي، أوهايو، أركانساس وميسوري، وهي إمكانيات تعطي الولايات المتحدة الأمريكية إمكانيات هائلة على مستوى الري وعلى مستوى استغلال المياه في توليد الطاقة الكهربائية. أيضا نلاحظ على أن الأراضي الصالحة للزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية تتجاوز 21%، والأراضي المخصصة للرعي تتجاوز 26%، بينما الغابات تمثل نسبة 29%. إذا قمنا بتجميع 21% زائد 26%، فالأراضي الصالحة للفلاحة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تقدر ب 47% في مجال واسع جدا، إذن إمكانيات هائلة. مناخيا، ما يميز الولايات المتحدة الأمريكية تنوع المناخ، تنوع كبير جدا في المناخ، بين مناخ بارد خاصة منطقة ألاسكا، ومناخ قاري بارد في جهة البحيرات والجهة الشمالية الشرقية، مناخ شبه مداري في الجهة المطلة على خليج المكسيك، ومناخ قاري جاف تقريبا يغلب على السلاسل الغربية، ثم مناخ محيطي في الجهة أقصى الشمال الغربي، ومناخ متوسطي بمواصفات متوسطية في الجهة الغربية، ثم مناخ جبلي يسود خاصة في المرتفعات الجبلية الغربية في سلسلة جبل روكي وشلالات والسلاسل الساحلية. أيضا إمكانيات كبيرة جدا يتيحها المناخ على مستوى الثروات. سأركز على الثروات الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. إذا حسب الخريطة يتضح على أن الولايات المتحدة الأمريكية تختزن مدخرات مهمة جدا. إذن هناك أحواض للفحم، وهناك معادن متنوعة من حديد ونحاس وذهب، تتوزع خاصة في منطقة جبال الأبالاش، ثم في الوسط، ثم في الجهة الشمالية، والبترول في خليج المكسيك منطقة تكساس، وأيضا في منطقة ألاسكا. على مستوى الأرقام، الولايات المتحدة الأمريكية بلد منتج لعدة مواد معدنية،
إذن المنغنيز، الفوسفات، الذهب الرتبة الأولى، النحاس، الرصاص، الزنك الرتبة الثالثة في النحاس، والرصاص الخامسة في الفضة والزنك، والرتبة السابعة بالنسبة للحديد. أيضا الرتبة الثانية على مستوى البترول والفحم والغاز الطبيعي من حيث الإنتاج. إذن بلد بإمكانيات هائلة. كما أيضا لابد أن نؤكد على أن المجال الأمريكي مجال منفتح على محيطين، وهذا الانفتاح يؤهل الولايات المتحدة الأمريكية لتلعب دورا أساسيا في الربط القاري، ويتيح لها إمكانية التواصل والاتصال بمختلف قارات العالم. في جميع هذه المعطيات المتعلقة بالمؤهلة الطبيعية، إذن تضاريس متنوعة من جبال وكتل قديمة وشساعة السهول وخصوبة التربة وتنوع المناخات، وأهمية شبكة الأنهار خاصة الميسيسيبي وروافده، أيضا انفتاح على محيطين، الظروف الطبيعية تجعل الأراضي الزراعية تتجاوز نسبة 21%، والمراعي تمثل 26%، كما تختزن الأراضي الأمريكية ثروات طاقية ومعدنية هائلة ومتنوعة، بترول، غاز من في تكساس وألاسكا أساسا، فحم حجري في الأبلاش، ومعادن متنوعة في الغرب، ويمكن إشراف الولايات المتحدة على محيطين من سهولة الاتصال بمختلف مناطق العالم. إذن هذا فيما يتعلق بمؤهلات الطبيعية للولايات المتحدة الأمريكية. المؤهلات الثانية المؤهلات البشرية، العنصر الذي يصنع الفارق حاليا بالنسبة للأمم المتقدمة. الولايات المتحدة الأمريكية ثالث قوة بشرية في العالم، 323 في آخر الإحصائيات، 323.1 مليون نسمة، والكثافة ب 35.3، نسبة الولادات 13 في الألف، نسبة الوفيات 8، معدل الخصوبة 1.9، وأمد الحياة وصل إلى 78.8. إمكانيات بشرية مهمة جدا، علما بأن أيضا هذه المؤهلات البشرية تستفيد من دخل فردي يتجاوز 52,000 دولار، ونسبة البطالة في حدود 3.6 آخر إحصائيات 2019، ثم الإلمام بالقراءة والكتابة تتجاوز نسبة 99%، ومؤشر التنمية البشرية يجعل الولايات المتحدة الأمريكية في الرتبة 15 بقيمة 0.920. أيضا ما تقدمه هذه المؤهلات البشرية هو أن نسبة القوة العاملة المتراوح عمرها بين 15 و65 سنة تصل إلى نسبة 66%، مع إمكانيات وكفاءة عالية وتكوين علمي ومهني. هذا ما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تتوفر على عنصر بشري يمثل الدعامة الأساسية لإمكانياتها الاقتصادية. إذن تمتلك الولايات المتحدة ثروة بشرية أو رأس مال بشري يقدر كما أسلفنا حسب إحصائيات 2017 ب 323.1 مليون نسمة. توجد الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة العصرية من انتقال الديموغرافي التي تمتاز بانخفاض التزايد الطبيعي، وتمثل الفئة النشيطة كما قلنا 66%، رغم انخفاض الكثافة السكانية التي لا تتجاوز 36.3 نسمة في كيلومتر مربع، فإنها تتوزع بشكل متفاوت، إذ يتركز معظم السكان في الشرق، نعم، في الجهة الشرقية، ويشتغل 72% من النشيطين في القطاع الثالث. تمتاز الساكنة الأمريكية، خصائص هذه الساكنة الأمريكية، بتكوينها الجيد، ارتفاع نسبة الدخل الفردي، مما يوفر يدا عاملة مؤهلة كفأة، وأيضا سوقا استهلاكية ضخمة. هذا على المستوى البشري. أما على المستوى التنظيمي، فإن الولايات المتحدة الأمريكية في صناعة السياسة الاقتصادية لهذا البلد تتدخل عدة أطراف. أولا السلطة الفيدرالية، السلطة الفيدرالية تتدخل لصناعة السياسة الاقتصادية، جامعات، وسائل الإعلام، مجموعات الضغط، المؤسسات الكبرى، ثم تتدخل أيضا وسائل الإعلام. من جهة أخرى النظام الرأسمالي محدد أساسي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ويجعل هذا يعني الرأسمالية القائمة على الحرية وعلى المنافسة تعطي إمكانية هائلة للشركات والمقاولات الصناعية الكبرى، زائد القوة المالية مع وجود نقابات معارضة. كل الأطراف تساهم في صناعة السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية. إذن تنظيمياً يرتكز النظام الأمريكي على الديمقراطية والتأطير الرأسمالي،
النظام الأمريكي مبني على الفيدرالية وقوة التأطير الرأسمالي، يستفيد الاقتصاد من وجود مؤسسات كبرى نافذة، جامعات، وسائل إعلام، جماعات الضغط، ومن اندماج القطاعات. سبق يعني في مستوى آخر تعرفتم على الاندماج الاقتصادي أو فيما يتعلق بالأجرو بيزنس، ويساهم الجميع في بناء قوة وتفوق الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذه مؤهلات ثلاث تجعل الولايات المتحدة الأمريكية قوة اقتصادية عظمى. فضلا عن ذلك، الولايات المتحدة الأمريكية بمجال واسع مؤهل بوسائل مواصلات، شبكة كثيفة جدا ومتنوعة من مطارات، موانئ، شبكة للسكك الحديدية، شبكة طرقية من طرق ذات الجودة العالية، أيضا استغلال المجاري المائية، القنوات، المجال البحري باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية منفتحة على محيطين، وأيضا استعمال الأنابيب. والملاحظ على أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا في مجالات، إذن مناطق ذات شبكة كثيفة ومناطق أقل كثافة، ثم كلما اتجهنا نحو الغرب إلا وقلت هذه الكثافة، علما أن هناك محاور طرقية وسككية رابطة بين شرق وغرب الولايات المتحدة الأمريكية تسمى بعابر الهادي. هذه المؤهلات يمكن اختصارها وتلخيصها في النقطة التالية. تتوفر الولايات المتحدة على شبكة كثيفة من المواصلات ووسائل جد متطورة، قاطرات، طائرات، سفن. تتمثل شبكة المواصلات في المواصلات البرية، المواصلات الجوية، المواصلات البحرية، ثم تتوفر على أكثف شبكة المواصلات على المياه العذبة وشبكة من الأنابيب. هذه مؤهلات سواء طبيعية أو بشرية أو تنظيمية أو على مستوى المواصلات تمثل دعامة قوية للولايات المتحدة الأمريكية في صناعة قوتها الاقتصادية وتفوقها على العالم. عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، أنتقل بكم جواباً عن الأسئلة الإشكالية إلى المستوى الثالث من هذا الموضوع، الولايات المتحدة الأمريكية قوة اقتصادية عظمى. والموضوع الثالث أو المستوى الثالث يتعلق بالتحديات والمشاكل التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي، واختصرتها في خطاطة جامعة مانعة هي على الشكل التالي. تحديات الاقتصاد الأمريكي، إذن تحديات الاقتصاد الأمريكي، أبدأ بالقطاعات الاقتصادية. فالفلاحة تواجه فائضا في الإنتاج، تواجه صعوبة في التسويق، تواجه إنهاك التربة، وتواجه أيضا تلوث الفرشة المائية على مستوى الصناعة، ثقل فاتورة استيراد الطاقة رغم أن البلد منتج، والتلوث بكل إشكاله، ثم المنافسة القوية من طرف قوى اقتصادية عالمية، لعل أبرز هذه القوى الولايات المتحدة، عفوا الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وغيرها من الدول. على مستوى التجارة، الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من عدم استقرار الدولار الذي يؤثر على صادراتها، تراجع القدرة التنافسية للمنتوج الأمريكي في عدة قطاعات، وتفاقم عجز الميزان التجاري المزمن. على المستوى البيئي، الولايات المتحدة الأمريكية بلد يعاني من يعني إكراهات طبيعية، أعاصير مدمرة، مثال من إعصار كاترينا لسنة 2005، وهذا عاصر تعرفه الولايات المتحدة الأمريكية أو إعصارات تعرفها الولايات المتحدة الأمريكية كل سنة. ثم مشكل التلوث مما يسبب تساقط أمطار حمضية في العديد من المناطق خاصة في الشمال الشرقي، وكذلك مشكل انجراف التربة وتلوث المجاري المائية. أما التحديات الأخيرة فهي تحديات ذات طابع اجتماعي، مشكلة الفقر والبطالة خاصة في القسم الجنوبي والجنوب الغربي وفي صفوف السود وذوي الأصول اللاتينية، يعني سكان من أصل لاتيني. ثم مشكلة الهجرة السرية وأيضا الإجرام، هذه كلها مشاكل تواجهها وتحديات تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية. أختم معكم الموضوع بالشكل التالي، استنتاج عام: تتعدد مظاهر قوة الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذا البلد يواجه تحديات تؤثر على مكانته العالمية. أتمنى أن تكونوا استفدتم، وأتمنى لكم أيضا النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.